كتيب عام فشل في المهام ديالو مع الرجاء، كتيب عام معروف انتماء ديالو، كتيب عام اللي خلى الفريق في عز الازمه ومشى ومشى يخدم الحمله ديالو. الجمهور راه عارف هذا الشيء، بركة ما نكذبوا على الجمهور الرجاوي، الجمهور الرجاوي عارف شنو باغي، ولكن مع الاسف ما فهمتش انا هاد المنخرطين شمن معيار خداو باش يصوتوا على هذا السيد. ولكن الجواب ديالي ما غيعرفوه جمهور الرجاء حتى في قادم الايام ان شاء الله. الانتخابات دازت في كل ديمقراطيه، ولكن هذا الشيء راه كتعرفوا انتم كيتلعب في الكواليس، وما حد المؤامره كاينه في الرجاء، ما عمر الفرقه ما تزيد القدام. هذا السيد فشل، هذا السيد سيرو فشل، بركه عليه مشي ارتاح يخلي وجوه جديده. ولكن مع الاسف طبيعه الحال كان مشروع طموح عند السي الخلفاوي وعند السي الرامي، ولكن مع الاسف المنخرطين صوتوا ما عرفتش اش من معيار خداو. جمهور الرجاء كان التوجه ديالو واضح، كان باغي السي الخلفاوي ولا السي الرامي، ولكن اختيار المنخرطين كان ضد الجمهور، وهذا واقع. تحياتي.